يبدي مربو الأبقار في قطاع غزة اهتماما خاصا بمجموعة من سلالات الأبقار الجديدة المستوردة في مزارعهم الخاصة. هذه السلالات ذات قدرة أعلى على إنتاج الحليب من السلالات المحلية بزيادة تقارب 50%، واستيرادها من الخارج لم يكن ليتم لولا تدخل برنامج الأمم المتحدة الإمائي لتوفير التمويل والحصول على الموافقة الإسرائيلية التي سمحت بإدخال 20 بقرة منها فقط. نظرا للظروف السياسية والمعيقات اللي بيحطها الجانب الإسرائيلي، أنت ما بتقدر تشتري بضاعة إلا تعينها، فإحنا كمزارعين فيش عندنا تصريح ولا عندنا سجلات تجارية إن إحنا نروح للجانب الآخر أو لأي دولة تانية إن إحنا نستورد وتعين الشيء بعينه. ولأول مرة سمحت كذلك سلطات الاحتلال عبر المنظمة الأممية باستيراد أعداد من سلالات الدواجن البياضة التي تنتج البيض المخصب المعد للتفريخ والتسمين لإنتاج اللحوم البيضاء. احنا الآن بننتج تقريبا 90,000 بيضة، وفي بداية 2024 إن شاء الله نوصل لنص مليون بيضة من أصل احتياج قطاع غزة من 2.5 مليون إلى 3 مليون بيضة. الصناعات الغذائية من القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي، لكنه ما يزال يتأثر بشكل مباشر بعوامل تحد من تطوير الإنتاج وزيادته. أحد الأسباب اللي أدت إلى تراجع أو ضعف نوعا ما القطاع الصناعي الغذائي هو الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة، الممثل بصعوبة وصول منتجاتنا إلى أسواق المحافظات الشمالية والعالم الخارجي، وصعوبة خروج الكوادر الفنية لاكتساب المهارات الجديدة وإدخال منتجات جديدة من العالم الخارجي. يمثل هذا الإنتاج الأولي أملا للمزارعين في زيادة الحصة السوقية وتحسين جودة منتجاتهم الغذائية المحلية التي تواجه كذلك منافسة شرسة من المنتجات المستوردة إلى جانب المعيقات الإسرائيلية. مع توقع زيادة في الناتج المحلي بدخول هذه السلالات، فإن تأثيرها سيكون محدودا نظرا لعدم قدرة المزارعين على استنساخ المزيد منها بالصفات الجينية نفسها، فضلا عن نقص التمويل لذلك والحاجة الدائمة لاستيراد كميات منها. صالح الناطورة، العربي، قطاع